بقى كأهالي في المنطقة اللي بيحصل فيها كل القلق ده، ناويين تعملوا ايه طيب مع الاخوان؟ احنا عايزين سلاح واحنا ناخد حقنا، مش عايزين الشرطة ولا الجيش ياخد لنا حقنا، احنا خلاص وهناخد خلاص، مش هناخد حقنا والله ما هو كلام، ومش حق متولي حق الخمسة وحق الشهداء اللي قبل كده، وابن عمية الكابتن الطيارة احمد نبيل عمارة برضه مستشفى الطيارة بتاعت 25 برضه مش هنسيب حقه. في خمسة متصابين من عندنا، يعني حرام اللي بيحصل ده، في نص دقيقة خمسة متصابين. أنا واقف في البلكونة، الطلقة تيجي في البلكونة اللي جنبي مسافة ما أخش كده، أرجع ألاقي متولي نايم في الأرض، عاطف المسيحي تاني بلكونة تحت مني ينزل يجيبه ينضرب جنبه، يعني المسلمين اللي بيضربوا المسيحيين اللي بيشيلوا المسلمين، فين الدولة العدل ده يعني؟ ده هي المطلوب فتنة ضعيفية، يعني الغرب ده كله فتنة بين الناس، يعني واحد مسيحي نازل يشيل مسلم والمسلم اللي بيضربنا؟ حرام حرام. احنا دلوقتي بنناشد رئيس الجمهورية يدينا سلاح وعنا ناخد حقنا، مش عايزين حد ياخد لنا حقنا. حسبي الله ونعم الوكيل، بس ده اللي نقدر نقول. الف شكر لحضرتك، الف شكر يا جماعة، الف شكر ليك.